كما ينضم إلينا من أبو النمرس بالجيزة مراسل إكسترا نيوز تيموثي إيهاب لمتابعة المزيد عن إقبال المواطنين على منافذ مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. تيموثي تحياتي لك وإليك الكلمة، تفضل. تحياتي آية وتحياتي مشاهدينا مشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان من مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أحييكم حيث نرصد استمرار فعاليات مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار منافسة للأسواق الخارجية. وكما ذكرت هذا هو اليوم الخامس لهذه المبادرة، حيث رأينا وشاهدنا خلال الأيام الأربعة الماضية وكذلك اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين في مختلف الأماكن. ربما يعني كان لي ولزملائي الفرصة لتغطية أعمال هذه المبادرة في أكثر من مكان، وفي جميعها لاحظنا شيئين: الإقبال الكبير وهو ما نشاهده هنا في أبو النمرس منذ أتينا منذ ساعات، وكذلك الإشادة ممن جربوا هذه اللحوم من قبل وجاءوا ليشتروها مرة أخرى. كثير ممن تحدثنا معهم من المواطنين أشادوا بالسعر المنافس للغاية الذي يصل إلى أقل من نصف أسعار هذه السلع في الأسواق الخارجية، وكذلك بالجودة التي يشهد لها الكثيرون. اليوم محافظة الجيزة تشهد وجود 4 منافذ لتوزيع وبيع هذه اللحوم للمواطنين: المنفذ الأول هنا في مركز أبو النمرس، المركز الثاني في منشأة القناطر، وكذلك هناك منفذ في جزيرة الوراق، وكذلك أيضا هناك منفذ في أطفيح. إذن يعني يستطيع أهالي هذه المناطق الحصول على اللحوم والدواجن بهذه الأسعار المنافسة، لأن المنافذ موجودة منذ يعني منتصف الظهر وحتى نفاد الكمية. ويعني من خلال ما شاهدناه خلال الأيام الماضية الكميات تنفد بسرعة لأن الإقبال يكون شديدا. ويعني هذه المبادرة نستطيع أن نقول أنها تأتي في إطار حرص مبادرة حياة كريمة على دعم المواطنين بكل السبل وبكل الأشكال، سواء من خلال الدعم المباشر في مبادرات أخرى لتوزيع هذه اللحوم بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك من خلال دعم غير مباشر من خلال توفير هذه السلع الأساسية والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومنافسة، يعني تساعد في رفع الضغط عن كاهل المواطنين. نعم. في ظل الغلاء الذي يعيشه العالم كله حاليا. آية، إذا كان لديك آية أسئلة أشكرك شكرا جزيلا. الزميل تيموثي إيهاب حدثتنا من منطقة أبو النمرس بالجيزة لرصد هذا الإقبال المواطنين على حملات حياة كريمة لدعم بعض السلع، ويعني وسط إشادة كبيرة منهم على دعم الإنتاج المحلي.